عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله فيديو غادي يكون متنوع ان شاء الله. غادي نشارك معكم روتين صباحي، غادي نشارك معكم العشية ان شاء الله. غادي نمشي عند صاحبتي، وبما انني غادي عندها فقلت هكذا نصوب شي حاجة نديها معايا في يدي ان شاء الله. غادي نشارك معكم هاد الحليوة هادي اللي كتجي زوينة بزاف، كتجي منعشة باردة كما كتعرفوا. كنا دخل علينا الصهد هاد اليامات صراحة، هذه اللي تصلح مع هذا الجو هذا، بارده منعشه، والاهم انها جد جد اقتصاديه ان شاء الله. خليكم معايا غادي نشارك معكم كل شيء. وهنا اول حاجه غادي نبداو بها واللي هي الطبقه الاولى اللي هي عباره على كيك. هنا بالنسبه للمكونات عندي كيس من الخميره لان باغا الطبقه تجينا رقيقه. هنا عندي واحد البيضه، عندي معلقه كبيره من الكاكاو المر، 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده، 4 ديال الزيت، 4 ديال الحليب. بالنسبه للدقيق كتاخذ معايا تقريبا واحد 6 ديال المعالق كما كتعرفوا، يعني خصنا نحصوا على القوام ديال الكيك. صافي، هنا كناخذ واحد البول كنفرغ فيه ديك البيضه، غادي نضيف عليها السكر سنيده، وغادي نحاول نخدم داك البيض، وغادي نضيف عليها التقبصه ديال الملحه، وكنحاول نخلط كلشي مزيان يعني حتى كيبيض ليا داك البيض. من بعد كنضيف عليه دوك 4 ديال المعالق ديال الزيت، كنضيف عليه الحليب، وصافي. هنا اول حاجه كنضيف هي خميره الحلويات مع ديك معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. صافي، هنا كنحيد الطراب الكهربائي، كنبقى كنخدم هكذا بالفوي. صافي، كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل على القوام ديال الكيك. يعني كيجينا على هذا الشكل هذا. صافي، هنا خديت المول دهنته ودرت ليه هذا الشكل هذا، يعني ان انا باغا تجي الطبقه اللي هي رقيقه ودائريه. صافي، بالنسبه للفرن كنشعلو على 180 درجه، هي كتبان ليا بدات كطيب من التحت، كنشعل عليها من الفوق. ودابا ان شاء الله غادي ندوز معكم الطبقه الثانيه. بالنسبه للكيكه كما كتشوفوا خرجتها من الفران، كما كنعرفوا يعني الكيكه كتكون بحال بومبي هكذا، قطعت ليها الفوق ديالها بالموس، وكما كتشوفوا راه كتجي مفششه. هنا بالنسبه للطبقه الثانيه استعملت هذا الياغورت، هذا الطندر كيعجبني المذاق ديالو. هنا خديت 4 بالنسبه للياغورت، يعني كل ياغورت كنضيفوا عليه 20 غرام من نيدو. بالنسبه لهاد الساشيه هادي عندي فيها 60 غرام، فبالنسبه للساشيه الثانيه غادي نضيف منها واحد 20 غرام. يعني كما قلت لكم كل ياغورت كنضيفوا عليه 20 غرام ديال نيدو، يعني انا استعملت وحده ونص تقريبا. صافي، هنا كناخذ واحد البول كنضيف عليه هذاك الياغورت كامل. صافي، هنا بعد ما ضفت النص ديال الساشيه الثانيه، صافي هنا كناخذ واحد الطرابه ولا كنخلطهم غير بالمعلقه. انا هكذا قلت غير باش نسربي شويه، نحركهم هكذا بالطراب الكهربائي باش ينسجموا ليا مزيان، يعني دغيا كينسجموا. صافي، كنخلط كلشي مزيان، كنضيف الخليط ديالي على الطبقه الاولى ديال الكيك. من بعد كنرجعوا للفران، الفران كنشعلها من الفوق ما كملت حتى دقيقه، يعني كنقيسو كنلقاو صافي نشف. صافي، كنخرجوه يعني دغيا كينشف داك الفوق ديالو، كنخرجوه باش نوجدو الطبقه الثالثه. هنا غادي ندوز معكم الطبقه الثالثه. هنا عندي كاس كبير ديال الحليب، ضفت عليه هنا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وضفت عليه معلقه صغيره عامره ديال القهوه. وهنا غادي نضيف عليه كيس ديال فلان شوكولا، وكنحاول نخلط كلشي مزيان، وكنردو فوق النار حتى كطلع فيه الغليه. هنا بالنسبه للطبقه الثانيه كما كتشوفوا كنقيسها راه ناشفه، يعني ما كتلصقش ليا في يدي دغيا كينشفها الفران. صافي، بالنسبه للفلان ديالي بعد ما طلعت فيه الغليه كنفرغو مباشره فوق من الطبقه الثانيه، وكنخليه غير هكذا اي في الكوزينه هكذا حتى كيشد راسو، عاد كندخلو للثلاجه. وبالنسبه للتزيين صراحه كنصهد هذا النهار، هذا حتى داك الشوكولا اللي دازت من الفوق داب ليا، كنصهد صهد. صافي، زينتها، درت ليها خطوط من الشوكولا هكذا، وضفت عليها حبيبات من الشوكولا، وها هي التورته ديالنا جاهزه. كما قلت لكم
دغيا كتوجد وكتجي بنينه بزاف ومنعشه، خصوصا الناس اللي كيعجبهم الشوكولا اكيد غادي تعجبهم مع الطورطه هذه. وكما شفتوا معايا راها ساهله في التحضير، دغيا كتوجد ومكونات اللي في المتناول. انا جيت نشارك معكم الكارثه اللي وقعت لي على الصباح بالنسبه لهاد لي لونتيرن او لي بونبونيير اللي سبق لي شاركتهم معكم. ساكن مازال ما دوزو عندي حتى 3 شهور كنت شاركتهم معكم فاش خديتهم، تهرسوا ليا هانتوما كما كتشوفوا والله الا بقاو فيا. ولكن المهم البرد على راسي تفوت غير الصحه. بالنسبه لي انا داك غير كنشعل الفران كيطيح ليا الديجانكتور، الا فات واحد درجه الحراره اللي هي عاليه كيطيح ليا الديجانكتور. والديجانكتور عندي مور هاد الطابلو هذا، يعني طلعت الديجانكتور والطابلو غير حطيته ماشي علقته هكذا في دوك المسامرات ديالو، وكنت حاله شراجم صافي دار البرد في الدار طاح ليا الطابلو لحهم ليا كاملين طيحه واحده وتشتتو. المهم بقى ليا غير هاد الفوق هذا وهاد التحت، يعني جاوني بحال شكل من بخرات. ايوا صافي قلت اش غادي ندير بهم، قلت غادي نديكوري بهم هاد لي زيطاجي غادي يولي عندي في السيجور. ايوا صافي حطيتهم بهاد الشكل هذا. المهم جاو زوينين كما قلت لكم، برد على راسي وصافي. والله الا اش نقول لكم، كان جلس السيجور كنقول المهم كيعجبوني الصراحه، قلت صافي غادي ناخذ اليوم ديك المرايح حيت درتها في بالي غادي تجي معاهم زوينه. ايوا صدقنا لا ديكورات لا مرايح كلشي مشى. المهم درتهم هكا صراحه جاو زوينين، غناخذ اليوم شي ديكور هكذا بحالو باش نكمل هكذا الديكور ديال هاد الحيط هذا. وهنا دزت بعد ما جمعت الزاج، راكم عارفين كنجمع تشتت ليا ديال بصح عرفتي واحد الصوص دار راه خلعني. صافي انا خديت لي لانجات بديت كنمسح البلاكارات ديال الصباط بحال هكا. صراحه والله الا العود البيض رحمه رحمه والله الا رحمه، ما كيبانش فيه الوسخ عرفتي، راه ملي كنمسح بلي لانجات عاد كتبان لي الغبره عاد سبحان الله. البيض كيعطي مساحه وكيبين البلاصه نقيه والله. صافي هنا بعد ما مسحتو دزت مسحت لانترفون حتى هو، ها نتوما شفتو اش وقع لي هاد الطابلو اللي دارها بيا. صافي هنا خديت هادو هادو ديال الشميعات، هادو ديجا كنت خديتهم بثلاثة يعني مع بعضياتهم فيهم نفس الديكور هادو اللي كانوا في دوك لي زيطاجير. المهم حولتهم هما اللي حولت لهاد الجهة هادي، صراحة جاو زوينين. وهاد الطابلو كيما قلت لكم ما بقاش عاجبني، المهم دارها بيا في الاخير، غادي نحيدو ان شاء الله غادي ندير بلاصتو واحد المرايه اللي دايره وزوينه. وكنت سبق ليا قلت لكم غنشارك معكم واحد مول المرايات عرفتي عنده مرايات كيحمقوا. ايوا صافي درتو على هاد الشكل هذا حتى تقولوا لي كيفاش جا، واش جا المنظر زوين. انا صراحه عجبوني يعني جاو مواتين كلهم لون واحد، جاو مواتين مع بعضياتهم، هنا بالي بلي الطابلو جا لا علاقه معاهم. ايوا صافي هذا ما كان، المهم تفوت غير الصحه بحال هاد الشيء كيوقع، واخا الصراحه كما قلت لكم ما دوزو عندي والو. ايوا كما كنقول لكم دائما صعيبه غير البديه. المهم انا مشيت حتى بديت صافي كنمشي كنسرح. دابا ملي خديت اجاكس كنمسح صافي غادي ندور على الدار كامله. هنا خديت هنا مسحت هاد المرايه هادي اللي عندي في الكولوار، دائما هاد المرايه كتوسخ ليا ديما اياد كيمشي كيتقابل مع يعني ديما النص ديالها كيكون موسخ كيكونوا فيها هكذا لي طراس ديال اليدين. وكما قلت لكم بما انني هزه اجاكس مشيت للدوش اعزكم الله، دست مسحت التلفازات حتى هما. المهم بقيت غاده من بلاصه لبلاصه، يعني كما كنقول لكم دائما راه كل نهار وشغلو، نهار كنمسحو فيه الشراجم، نهار كنسيقو فيه، نهار كنديرو ديال الصالون، يعني راه ماشي كلشي نقدرو نديرو في نهار واحد. الدوش ديالي واقيلا ما عمرني وريتو ليكم. المهم الديكور ديالو القديم كما هو ان شاء الله، من بعد غادي نحاول نغير ليه هكذا الديكور، يعني دايره هكذا غير بالبيض والبلوغوا. دزت هنا مسحت هاد المرايه حتى هي ديما كترول ليا، كيكون فيها هكذا ليطاش ديال الماء. صافي مسحت المرايه مزيان، طويت دوك الفيطات كنحاول دائما نخلي الفيطات بحال هكا كنحتاجهم، فيطات اللي هما صغار. وصافي المهم كملت حتى هو. بالنسبه لغديوتنا ما صورتش لكم لان صراحه كنت معطله شويه والتصوير كياخذ الوقت. المهم غديوه خفيفه ديال الصيف، هنا درت شويه ديال فلفل مشويه مع بصله مع مطيشه، هنا شويه ديال زلوك الزيتون، هنا تشهيت هاد الفلفله هادي مقليه
كتحمقني هكذا مع الملحه، يعني هذه كتفكرني في الطفوله، هذه كتعجبني انا وماما كتجيب بنينه. ايوا صافي، هنا كنت مشرمله هذا الشرن الصغير حتى هو قليته، هنا درت البربه مع البصيله، وهنا بخرت خيزو وبطاطا وسلطيتهم هكذا في الزبده مع الكمون في مقيله، وصافي شويه ديال الدلاح. صراحه الدلاح هذا العام مازال ما تلاقينا مع شي دلاحه اللي بنينه. وصافي هذه هي خديوتنا، غديوه خفيفه ظريفه ديال هذا الجو هذا. وصافي هنا بعد ما كملت الروينه ديال الغدا، كما كنقول لكم دائما انا في ما كنكون غادي شي بلاصه راه ما يمكنش نخلي الدار ولا نخلي الماء المورايا، هذه قاعده فيها واخا ديما كنمشي معطله. صافي هنا لبست جديده ديال العيد بما انها اخر حاجه صوبت. صافي هنا غادي ان شاء الله عند وفاء حيت هي بعيده عليا واحد شويه، حاولت هكذا انني نخرج بكري باش هكذا نجلس معاها مزيان. وبصراحه توحشت بناتها، راه وفاء هي اللي كنت شاركت معكم فاش مشيت عندها الكلينيك، هي اللي كانت ولدها جوج بنيات التلميذ، وانا كنحماق على البنات والله. قلت عليها البارح حتى البارح بالليل غتقدينا البروغرام، قلت لها عرفتي توحشت البنات. ايوا صافي قالت لي اجي عندي، اصلا راجلها مسافر وهكا دغيا دغيا قدينا البروغرام والله حتى الليل. وصافي مشيت عندها كذا، الصراحه دوزت معايا شي اللي كانت زوينه بزاف. كما قلت لكم راه وفاء الصديقه ديال الطفوله راه كتقرات معايا. ايوا صافي انا جيت نوريكم الفنيكيشات، ما شاء الله الله يحفظهم لي، غزي ولا تغزي ولا تغزي ولا والله ما سخيت منهم فاش بغيت نرجع. ما شفت تبارك الله الدار ديال وفاء غزاله، ها هي حتى هي عندها هاد لي بونبوني غاتو. وفاء الله يسخرهم لك، ما قوست لك عليهم، خديتيهم في سميتو ياك بازار سيدي فارس نيت فني نعطي المدرسان، عمري عمرتهم انا مساكن مشاو قبل. وهنا وفاء بدات كتوجد لينا الكوتي تبارك الله عليها، ما خلات ما دارت والله، ديما كتعذب راسها بحال هكا. ايوا هنا دخلت نعاونها، المهم فين ما مشيت ندير يدي كما كنقول لكم، ولكن راه غير كنستف ما درت والو. بغيت غير نشارك معكم هاد البلاطوات هادو، حمقوني صراحه، كيبانوا راقين هكذا في المنظر ديالهم، زوينين بزاف بالنسبه ليها هي. كتاخد هكذا البلاطوات بزاف اكسيون، وباش زوينه السلعه ديال اكسيون ماشي بحال ايكيا، اكسيون كيجيبوا واحد السلعه كتحيد ما كيبقاوش يجيبوا بحالها، يعني ماشي شي حاجه اللي كتكون مطليه، فهمتوني، كيجيبوا دائما جديد. الصراحه عجبوني بزاف، ان شاء الله غادي ناخذ بحال، وانا الصراحه كنحمق على لارجونتي كيجيني احسن من الطوغي. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية. ثم تبارك الله وفاء ما خلات ما دارت والله، الا ديما بحال هكا كنقول اش انا راه جاي عندك على غفله، وهادشي راه غير البارح بروغرامي باش نجي عندها. ثم انا درت لي ميني بيتزا في مول العجيب، هنا درت هاد البسبوسه، صراحه هادي اول مره ندوقها بالبيستاشيو بالكريمه، ديما كتشكر عليا كتقول لي بنينه، حتى ناخذ عندها ان شاء الله الوصفه. هادي حليوتي قراصه مسكينه، هادي الحليوة ديال اللوز، هنا لي كيش لي طارتونيت، هنا الحلوة بحال لي صاوبت والله لا عجبتي راسك وفاء والله. وهنا دري دري كتحشم الزبدة الزيت فرماج، صافي صحتنا وراحتنا وتبارك الله عليك وفاء، الله يخلي لك صحيحتك ودياتك. كلشي غزال والريحة طالعة غزالة والله والله، وفاء يديك بنينة ما مره ما جوج صراحه، يديها بنينه في لفطيه لف هادشي المملحات الحلويات، يعطيك الصحه. وهنا جيت نشارك معكم هاد القفيطين هذا ديال وفاء غزال، عرفتي هذا خداتو في نوفا شوب زويون، راه كنت ديجا صورتو لكم عندهم وفني، وصراحه حتى الفصاله ديالو زوينه هكا كلوش فنيون، فيها كدا واحد شويه ديال فينا شويه ديال الرنده، راه كنت سبق ليش صورت لكم صراحه حوايجهم زوينين، حتى قالت لي راه كناخذ عندهم، وكما قلت لكم هما راه ديما عندهم هكذا الكرونطاي. جيت دابا كناكل هاد البسبوسه هادي، صراحه مذاق خطير، واعره واعره واعره، وفي واحد الكريمه فنه
الصراحه كلشي بنين، كليت هاد الميني بيتزا زوينه، لي طاخت زوينين، لي كيش واعر، الله يعطيك الصحه وفاء. قولي لنا شنو درتي في هادي؟ مذاق واعر. اش فيها الجبن ياك؟ فيها الجبن، فيها فرماج، فيها بيستاش. زوينه، جات بحال الكنافه ياك؟ كتجي وكتسقيها بالسير وكتجي بحال الكنافه، ملي كدير السير والنوفا زوينه. نجربها ان شاء الله، نصور عليكم غزاله. تر المنظر ديالها زوينه هكذا في الاعياد ولا المناسبات كتجيو حتى الا كان عائله كثيره كتجي كونتيتي ديالها كتجي كثيره. لا غساله والله الا فنات. وهنا جيت نشكر لكم راسي حتى انا جيت نشكر لكم حلوتي صراحه جات واعره، خصوصا ملي كتبات يعني حتى ديك الطبقه التحتانيه كترطاب لينا، كتجي زوينه بزاف والله الا كتجي فنه. وكما شفتوا معايا راها ساهله في التحضير. وهاني رجعت معكم. المهم تقريبا شنغوا لكم جوج ديال الليل هادي كما العاده. المهم انا دائما هاد الوقيته كنكون جالسه مع بيسو، كنكون جالسه بوحدي طرونكيل. المهم ما سدوش على الكنيديره ديالي، فيها شويه ديال التكماش، كانت مطويه ماشي مكمشه، مطويه وصافي. وجيت هكذا دزت معكم فيديو ديال اليوم. الصراحه دوزت عشيه غزاله مع وفاء، وجبت معايا البسبوسه خلاوها الشتو، قال لك اش اوي الشاوي كلو الدماغ عرفتي هاد البسبوسه والله ما كرهتكم تذوقوها، راه واحد المذاق روعه 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 لذيذه، راه شنقول لكم مكونات بزاف ولكن مذاق خيالي. المهم غناكل غير شويه حيت الصراحه ولفت الماكله ديال الليل هكذا. اختكم تزادت في الوزن، والله تزادت في الوزن بزاف، خصني نجمع راسي. ديما كتنقول هي ما كتبي راه كتبان لك كبر من عمرك. المهم بالنسبه لهادي راني خديت من عندها الوصفه، ان شاء الله اكيد غادي نشاركها معكم. وما نساش نقول وفاء شكرا لك بزاف، دائما مكبره بيا وصراحه ما كلتها بنينه بزاف. عندي انا ريهام ما كتاكلش هي عند الناس، ولكن ملي كتمشي عند وفاء كتاكل، والله تبارك الله ما كلتها بنينه. كنقول لها شكرا لك بزاف من هنا، والله يخلي لك صحيحتك. وحاجه اخرى اللي نبغي نقول لكم، ما كرهش صراحه تقولي لي النوع ديال الفيديوهات اللي كتبغي، واش روتينات، واش جولات في محلات، واش يوميات بحال هكذا. والله ما عرفت الصراحه، المهم كنحاول انني نوع، رغم انني كنلاحظ ان بزاف لي فيديو اللي كتكون طالعه فيهم مشاهده هما فاش كنشارك معكم محلات، ما عرفتش. المهم صراحه ما كرهتش تقولوا لي النوع ديال الفيديوهات اللي كتبغي، باش ان شاء الله بقى غدا عليهم زعما، بقى نصور داكشي اللي كيعجبكم وصافي. هذا ما كان، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساونيش من لايك والتعليق الزوينه ديالكم. وهنا غنقول لكم السلام عليكم في فيديو جاي ان شاء الله. شي ناكل بسبوسه روعه بنينه بزاف، نشهيكم تشارك معكم وصفه.